يعطيكم العافية. اليوم نحكي عن آخر وحدة في كتاب 11 علمي اللي هي النهايات. هاي الوحدة بتمر معنا في التوجيهي، فلازم إنه نشرحها بشكل جيد جدا. وإن شاء الله أنا كمان راح أعطيكم فيديوهات على اليوتيوب بتحكي عن موضوع النهايات، بس إحنا ما نشرح اليوم بشكل مقتضب عن النهايات. نفرض عندنا البناية ألف والبناية باء حسب ما إحنا شايفين. نفرض في عنا شخص واقف على البناية ألف وشخص واقف على البناية باء. هذا الشخص رمى كيس وبقت فيها عندنا حاوية ورمى كيس أجى على باب الحاوية. هذا الشخص وين موجود؟ على يمين الحاوية، وهذا الشخص وين موجود؟ على يسار الحاوية. لما الكيس وصل عند هاي النقطة بنلاحظ قديش الارتفاع في المبنى A بيكون 5 متر، وقديش الارتفاع من المبنى B برضو 5 متر. يبقى إذا قلنا لك إذا ألقى عامل كيس نفايات من البناية ألف فإنه عند اقتراب الكيس من فتحة الحاوية من جهة اليمين فإن ارتفاعه عن سطح الأرض قديش يساوي؟ لازم نحكي إنه يساوي 5، زي ما احنا شايفين إنه قديش ارتفاعه 5. طيب السؤال الثاني نفسه بس هو سألك عن جهة اليسار، إذا إيش هذا الزلمة رمى من جهة اليسار كيس، قديش بيكون ارتفاع الكيس عن سطح الأرض؟ برضو بيكون إيش عندنا؟ 5. طيب بدنا نعطيكم هلا مثال ثاني اللي هو مثال عددي. إذا قلت لك قاف السين، شو معنى قاف السين؟ يعني اقتران، يساوي سين زائد 2 عندما سين لا تساوي 2، وخمسة عندما سين تساوي إيش؟ 2. هذا شو بقولوا له؟ هذا بقولوا له اقتران متعدد القاعدة، يعني بيمشي حسب إيش؟ قاعدتين. يعني لما سين ما تساويش 2 يبقى نفرض 3 سالب 1 0، كل الأعداد ما عدا 2 نطبق هاي القاعدة، وهي عبارة عن معادلة خطية، خط مستقيم. ولكن عند 2 إيش الجواب يكون؟ 5. بقولك ماذا يحدث للقيم الاقتران قاف السين عندما تقترب السين من قديش؟ 2. عندما السين تقترب قديش من 2؟ نقدر نسوي هذا الحكي باستخدام إشي اسمه الجدول، طريقة الجدول. يعني بدي أخذ أنا قيم على يمين الاثنين قريبة منها، وقيم على يسار الاثنين برضو قريب منها. يعني القيم اللي عندنا مثلا هاي الاثنين، شو قيمة قريبة على يمينها؟ 2.1 بالألف، 2.1 بالمية، 2.1 بالعشرة. هاي قيم شو مالها؟ قيم قريبة من التنين من جهة إيش؟ اليمين. ها إذا بنوقف هاي اليمين، نيجي للتنين من جهة اليسار، عطيني أعداد أصغر منها بس قريبة عليها كتير كتير، اللي هي 1.999، 1.99، 1.9. هلأ شايفين هاي القيم؟ بدنا نروح نعوضها. هل فكركم نعوضها بالمعادلة الأولى ولا الثانية؟ هذه القيمة لا تساوي 2، هذه أكبر من 2 بشوي، يبقى منعوضها بالقاعدة هاي. فمنحكي 2.1 بالألف زائد 2، شو بيطلع عنا؟ 4.001. أربعة. طيب إذا عوضنا هاي القيمة نعوضها هون، شو بيطلع عنا؟ 4.001. بنلاحظ إحنا إنه عندنا بقى 4.1، بعدين صارت 4.01، بعدين 4.001. يبقى هاي القيم زي كده بتروح لوين بنهاية المطاف؟ بتروح للأربعة. طب شو رأيكم نعوض هاي القيم برضو في المعادلة؟ شو بصير عندنا هون؟ 3.999، 3.999، 3.9. طب لو حطينا هون كمان 1.99999، يبقى هذا القيمة من جهة اليسار عمالها تقترب من قديش؟ من 4. يبقى نلاحظ إنه من جهة اليمين بتروح نحو الأربعة، ومن جهة اليسار عمالها بتروح من جهة الأربعة. يبقى في هاي الحالة بنلاحظ إنه النهاية من اليمين والنهاية من الشمال بصبوا في نفس المحل. كيف مثال عندنا هون البناية؟ إنه هذا البني آدم بصب في هاي الحاوية وهذا البني آدم بصب في هاي الحاوية، يبقى التنين صبوا في هذا المحل. يبقى هذا الاقتران نحكي إنه نهايته شمالها موجودة. إذا بنيجي نرسمه هذا الاقتران، نلاحظ هذا اسمه اقتران خطي، هذا ايش اسمه؟ اقتران خطي. يبقى لما نيجي نرسمه لازم يكون عندنا خط مستقيم، فرسمنا هذا الخط المستقيم. طيب ليش هون حطينا الدائره فاضيه؟ لانه بقول لك عند 2، عند قيمه 2 ما تحط لي هون 4، حط لي قديش؟ 5. فيبقى عند 2 بنلاحظ النقطه المليانه وين موجوده؟ عند 5. ولكن اذا درسنا الاقتران من جهه اليمين ودرسناه من جهة الشمال، بنلاحظ انه التنين لو حدا واقف هون جاي من اليمين بروح عند الأربعة، بشوف إذا بتطلع هيك على محور الصلات شوف 4، واحد طالع طلوع هون وقف عند هاي النقطة شو بشوف عنده؟ 4.
يبقى نقدر نستطيع أو نعبر عن هذا الحكي بإيش اسمه النهاية. يبقى النهاية بيكون شو اختصار النهاية كلمة نهى. سين هذا السهم معناه تقترب. سين تقترب. وإيش هو مكتوب هون؟ محور السينات. شو القيمة الموجودة على محور السينات عندنا؟ 2. فيبقى عشان أعبر عن هذه الرسمة بنهاية بقيم محور السينات وبحط إيش محلها؟ 2. فبده يصير إيش شكلها؟ نهاية سين تقترب من 2. طيب هون إيش مكتوب عندنا؟ قاف السين. شو الاقتران اللي بيحكي عنه؟ سين زائد 2. فيبقى شو بدها تصير هاي؟ سين زائد 2. يبقى النهاية مكونة من 3 شغلات أساسية. أول إشي سين تقترب من محور السينات. قديش قيمة على محور السينات؟ 2. بعدين إيش موجود عندنا هون؟ قاف السين. نرجع لقاف السين. إيش أنا اللي درسته؟ هاي المعادلة الخطية سين زائد 2، فحطينا هون سين زائد 2. الجواب إيش مكتوب الجواب؟ محور الصادات. يعني إذا واحد جاي من اليمين وواحد جاي من الشمال، شو بتطلع محور الصادات؟ بلاقي 4. إيش بلاقي؟ 4. يبقى استطعنا تمثيل هاي الرسمة وتمثيل هذا الجدول باستخدام إشي اسمه النهاية. يبقى القيمة اللي هون من وين بنجيبها؟ من محور السينات. القيمة اللي هون اللي هو اسم الاقتران بنجيبه من الاقتران المعطينية بالسؤال. والأربعة من وين هنجيبها؟ من محور الصدد. طيب في عنا ملاحظات على هذا الحكي. في إيش اسمه نهاية من اليمين. يعني هذا يعني بيحكي عن هذا الجزء. في عنا إيش اسمه نهاية من اليسار. يعني بيحكي عن هذا الجزء. طب كيف بدي أميز أنا إنه بيحكي عن اليمين واليسار؟ لاحظوا في عنا هون موجب بس موجود مش على يمين العدد، على شمال العدد. يبقى هون بيحكي انه انت ادرس لي المعادله من جهه اليمين. ايش في عندنا هون؟ سالب بس على جهه الشمال، يعني ادرس لي المعادله من جهه الشمال. في هذا السؤال لما درسناها من اليمين طلع 4، لما درسناها من الشمال طلع 4. شو بتحكي الملاحظه الثلاثه؟ اذا النهايه من اليمين تساوي النهايه من الشمال، يبقى النهايه موجوده. يبقى النهايه موجوده. نفرض انا درسته من اليمين ورحنا عوضنا طلع 7، ودرسته من الشمال طلع مثلا سالب 5. يبقى نلاحظ انه من اليمين لا يساوي الشمال، ففي هاي الحاله بنلاحظ انه النهايه شمالها مش موجوده. ففي عندنا نهايه من اليمين نرمز لها بالموجب، نهايه من اليسار نرمز لها بالسالب بس على الشمال العدد بيكون، واذا النهايه تاعت اليمين تساوي نهايه اليسار اذا النهايه شمالها بنحكي عنها موجوده. ناخذ لنا مثال على هذا الحكي كيف انه امتى بتكون النهايه موجوده وايش موجوده. هذا الحكي كله اسمه ايش؟ ها السين. يبقى لما نيجي هون ببطل اسمه قاف السين، ايش بنحكي؟ ها السين. طيب بقول لك هون ابحث لي في النهايه ها السين لما سين بتروح لخمسه، يبقى هو بحكي لي عن الخمسه هاي. شو يمينها؟ هذا الحكي للخمسه. شو شمالها؟ هذا الحكي. نفرض واحد جاي من عندنا من هان بكزدر نازل وصل عند النقطه هاي، اطلع على محور الصادات شو بلاقي؟ 4. يبقى هنحكي انه نهايه ها السين لما سين بتروح لقديش قلنا؟ 5. طب كيف بدنا نحكي انه بيحكي عن جهه اليمين؟ فبنحط موجب صغير. قديش لما اجى واحد من جهه اليمين وقف عند النقطه هون اللي تحتيه 5، بتطلع على محور الصادات شو بلاقي عنده؟ 4. طيب نهايه ها السين لما سين بتروح لخمسة ولكن من جهه اليسار، يعني انه اذا واحد جاي من هون بكزده وصل تحتيه 5، شو لما يطلع محور الصادات بلاقي؟ 4. بنلاحظ انه النهايه من اليمين والنهايه من الشمال شمالهم متساويات. يبقى النهايه هون نحكي نهايه ها السين لما سين بتروح لخمسه تساوي قديش؟ 4. وايش بسمي قلنا لها؟ موجوده. هاي النهايه شمالها موجوده. شو طالب منا كمان؟ نبحث عند الثلاثه. يبقى نبحث عند هاي النقطه، يبقى نبحث هون. يعني اذا واحد جاي من هون وواحد جاي من هون، لاحظوا انه اللي جاي من هون اذا بتطلع على محور الصادات برضه بلاقي 4. يبقى بنقول له نهايه ها السين لما سين بتروح لثلاثه من جهه اليمين يساوي 4. كذلك الامر نهايه ها السين لما سين بتروح لثلاثه من جهه اليسار برضه يساوي 4. بما انه النتيجه من اليمين والنتيجه من الشمال متساويات، فاذا بحكي نهايه ها السين لما سين بتروح لثلاثه شمالها تساوي 4. وايش بقول لها؟ موجوده. طيب نشوف ايش طالب هون. نبحث عند التنين. وين التنين هاي؟ وين اليمين تاع التنين؟ كل هذا الحكي. وين الشمال تاع التنين؟ كل هذا الحكي. طيب اذا واحد جاي من جهه اليمين وقف عند التنين بقى تحتيه التنين، يبقى اذا قلنا نهايه ها السين لما سين بتروح لتنين من جهه اليمين، وقف هون الزلمه وطلع محور الصدى شو بشوف؟ 4. بشوف 4. طيب
نشوف هاي واحد هون بكزدر طالع وصل هاي النقطة، شاف انه تحتيه تنين، حكى خلص وما نوقف. اطلع على محور الصدد شو بشوف؟ ستة. نهاية ها السين لما السين بتروح لتنين من جهة اليسار تساوي ستة. بنلاحظ انه النهاية من اليمين والنهاية من اليسار غير متساويات، اذا بحكي هون نهاية ها السين لما السين بتروح لتنين من جهة اليسار لا تساوي نهاية ها السين لما السين بتروح لتنين من جهة اليمين، اذا شو مالها؟ النهاية غير موجودة. ويعطيكم العافية.